بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعلى صحبه والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. تمر علينا ذكريات مختلفة في السنة بين أفراح وأحزان، ونحن نقترب من العيد نتذكر أننا نعيش حالة من الصراع، صراع لم نختره بإرادتنا بقدر ما فرضته الضرورة، ضرورة أن يعيش الإنسان في وطنه بكرامة، ضرورة أن يتمتع بالحرية الإنسانية، وأن لا يكون هناك أنواع مختلفة من الاستبداد والعبودية له، ضرورة أن يعيش الآباء والأمهات بدون خوف على أبنائهم، ضرورة أن يكون الأمل في مستقبل الأبناء مفتوح من حيث حصولهم على التعليم، حصولهم على فرص العمل، حصولهم على الكرامة في وطنهم المستقبلي، البحرين الذي يتربون فيه. كل هذه الأمور الضرورية هي التي دفعت هذا الشعب إلى الثورة. الثورة ضرورة، وهذه الضرورة مستمرة حتى يحدث التغيير. ما دامت هذه الضرورة قائمة وتدور السنة بأفراحها وأحزانها، فإنني أدعو إلى التفاعل مع هذه الأحداث الطبيعية ذات البعد الديني والبعد الاجتماعي، لنعيش الثورة في جانب ولا نتراجع عنها ونستمر فيها، وفي نفس الوقت نعيش الأبعاد الدينية في الأفراح والأحزان والأبعاد الاجتماعية في الأفراح والأحزان، نتعلم، نخطط اقتصاديا إلى الأسرة وإلى الفرد، نتفاعل اجتماعيا بالزواج وبناء الأسرة، بالسفر، بالفرح في كل ما يمكن فيه الفرح، من دون أن ننسى الضحايا، شهداء، أسر شهداء، جرحى، مطاردين، جميع من تعرض إلى الانتهاكات يعيشون في قلوبنا وفي عقولنا، ولكن يجب أن تستمر الحياة. ثورة بيد، وفي الجهة الأخرى حياة يجب أن تستمر حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بالنصر والفرج إلى هذا الوطن.